بالمناسبة برونو سافيو دخل في قائمة النادي الأهلي لهذا اللقاء، وزي ما قلت لكم إن الموسم طويل وإنه الأهلي أو الزمالك أو كل الأندية الكبرى هتحتاج كل لاعبتها، بيبقى في مفاجآت طول السنة ما بين إصابات وما بين غيابات. يعني مثلا كهربا خرج من القائمة لأنه الإصابة، وعندك خالد عبد الفتاح وعندك حسين الشحات وعندك عمرو السولية وعندك محمود متولي، عندك يعني ناس كتيرة جدا خارجة بره قائمة النادي الأهلي، أحمد عبد القادر مش موجود، إصابات كتيرة جدا عند النادي الأهلي، وبالتالي الفرصة ستكون متاحة للجميع. دايما مع نهاية الأسبوع في الاختيارات اللي بتبقى موجودة، تعالوا نشوف أفضل الاختيارات ونبدأ كالعادة بأفضل هدف. احيانا ما بنبقاش قادرين ان احنا نشيل هدف، فبقى في هدفين بيبقوا في نفس المرتبه مع بعض، وده اللي حصل في الهدف الثاني، لكن هدف ما بقولوله ما فيش خلاف انه الهدف الافضل لهذا الاسبوع. اما الانقاذات يلا بينا. دي التصديات الثلاثة، ما كانش فيه تصديات كتيرة هذا الأسبوع، لكن حاولنا بقدر الإمكان إن احنا نجمع لكم التصديات. أفضل لاعب ما كانش عندنا أدنى مشكلة في اختياره هذا الأسبوع. بلا منافس الوحش مبلولو، لاعب اتحاد سكندري كان نجم هذا الاسبوع واستحق الافضل في مباريات الاسبوع الحالي. اما بالنسبه لافضل مدرب فكان ايضا من نصيب لم يكن هناك خلاف على مستر زوران المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري. فريق الاسبوع جاء كالتالي: حراسة المرمى محمد سعيد شيكا حارس مرمى نادي فاركو، في خط الدفاع محمد مصطفى ميدو من اسوان، باهر المحمدي الاسماعيلي، رامي صبري من فاركو، محمد حمدي من بيراميدز، زياد كمال من المصري، ألان كمبادي من الداخلية، صلاح محسن من سيراميكا كليوباترا، حسام عرفات من اسوان، حسام حسن من سموحة، ومبلولو من الاتحاد السكندري. خلينا نجري وناخد